إلى 45 عام. إذن بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه أعلنت هذه الانطلاقة، والسيارة المرصودة هي سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب بالإضافة من المركز الثاني وحتى المركز الخامس عشر الجوائز النقدية المجزية. أبشروا يا المشاركين، الجميع فايز هنا في هذا السباق التراثي الكبير. مباشرة نسير إلى المركز الأول والصدارة الأولى، اللي يأتي في الصدارة في المركز الأول المركز الاول حامل الرقم 17، بينما المركز الثاني مسفر بن راشد بن مسفر المري. المركز الثالث الوصول هنا من سالم بن جار الله بن سالم الغفراني. المري وصل في هذه اللحظات يبحث عن الفوز عن الانتصار، لوحة تراثية جميلة. ايضا وصل راشد بن ناصر بن راشد آل زبدان المري، وصل في المركز الرابع. المركز الخامس هناك حامل الرقم 18 بالفعل يصل الى المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى الصداره. حامل الرقم 17 فهد بن احمد الشهواني، الشهواني يسير الى المقدمه. فهد ايضا بن احمد الشهواني ياتي على المركز الاول. يا سلام، لمسات جميله ورائعه من هذا الركبي بالفعل. ياتي على المركز الاول مستانس، ما عنده اي مضايقات، يبحث عن اللاند كلوزر البيك اب. ياتي على المركز الثاني مسر بن راشد بن مسر المري، ايضا يتواصل بن قربان. وصل بن قربان، وصل وخطير، اداء رائع ومثير ما شاء الله تبارك الله. ايضا ركوب رائع، ايضا هنا لوحه تراثيه جميله يمثلها ابناء قطر هنا بالاحتفاظ على هذا الموروث. يا سلام، وصلك وصل بن قربان، وصل بن قربان يا الشهواني، يا الشهواني. السياره بالانتظار هنا. ايضا فهد بن احمد الشهواني ما زال على الصدارة. بدأ أيضا الشهواني وبن قربان المري يتنافسان على لقب المركز الأول. الله يا سلام، وصل 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 وصل، بدأ يتجاوز، ولكن هنا أيضا المري ما زال الشهواني على الصدارة الأولى على المركز الاول. فهد بن احمد الشهواني يسير، الشهواني وصل بن قربان المري مسر بن راشد بن مسر القربان المري. يا سلام، منافسه رائعه، منافسه رائعه، كيلو و200 وين الاسماء القادمه. ايضا خذوا لهم مساحه كبيره ورائعه هنا. منظر جميل رائع هنا مع ابناء قطر، مثلوا لوحه تراثيه في هذا المهرجان الغالي. ياتي الشهواني فهد بن احمد الشهواني على الصداره، يدخل الكيلومتر الاخير. شد الحيل يا فهد، بدا يبتسم ابتسامه الفوز هنا. وايضا ياتي على ظهر هذا القعود اللي على الصداره ايضا فهد بن احمد الشهواني. الشهواني وصل القربان المري، وصل مسر بن راشد بن مسر القربان المري. يا يا سلام، ثنائية رائعة، جولة الأوامر. حرك شوي، حرك شوي، دق شوي، دق 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 شوي، خلي القعود يروح، خلي القعود يروح. أيضا شاف السيارة، شاف الكلوزر بالفعل، ولكن هنا فهد بن أحمد الشهواني. الشهواني وصل بالشهواني، فهد بن أحمد الشهواني، الشهواني على الصدارة. أيضا هناك آل قربان المري، حرك شوي، دق البعير، دق دق، روح روح. يا سلام يا سلام، حرك. ايوه، مو ورا شوي، دق، خلي يروح الى السياره، الى الامام، الى المركز الاول. فهد بن احمد الشهواني يروح، الشهواني الى الصداره، الى ال 400 متر الاخيره، ال 400 متر التراثيه التي ياتي فيها ابناء قطر، ابناء تميم هنا. حيوا، يستاهل التحيه. هذا هو الشهواني ينتزع اللاند كلوزر البيك اب.
فهد بن احمد الشهواني الشهواني استراحت المحارب صك القعود صك ولكن القربان القربان محرك شوي محرك شوي ال 200 متر الاخيره وصلنا ايضا ايضا اللوحات الاعلاميه اريده 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 ولكن السياره قطر شل الله الله وصل بن قربان ولكن الشهواني فهد بن احمد فهد بن احمد الشهواني ما زال محافظ على المركز الاول تهانينا والناموس على هذا الفوز الفرحه الابتسامه الفوز الانتصار وصل وصل وياك ياك 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 الله 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 الشهواني تهانينا والناموس المركز الثاني مسر وراجي مسر القربان المري المركز الثالث المركز الثالث شوفوا المنافسة شوفوا أيضا الأداء الكبير تحديات المثيرة المركز الثالث وين الثالث الثالث ننتظر الثالث يا أبو حيام المركز الثالث يا سلام المنافسة قوية وأيضا تأتي فيها عمرية أخرى بعد هذا الشوط 46 وما فوق ما شاء الله دعم كبير واهتمام مثير بهذه الرياضة شوفوا اللي واصل اللي واصل على المركز الثالث وصل 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 راشد بن ناصر بن راشد الزبداني المري وصل في المركز الثالث اللي احتل المركز الثالث الناموس يا آل زبدان واللي في المركز الرابع يا الله شوي متمسك أيضا متوثق بالجائزة سالم بجار الله بسالم الغفراني المري على المركز الرابع والمركز الخامس هناك نحيل إلى لجنة خط النهاية إذن مشاهدين الأعزاء هكذا تستمر فعاليات هذا المهرجان مهرجان سباق الهجن التراثي ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أيها الأعزاء انتهت الأربعة أشواط الأولى من مسافة 3 كيلومترات وفي هذه الأثناء ننتقل إلى مسافة الكيلومتر لسن 46 عاما فما فوق إذن المجال مفتوح من سن 46 إلى فما فوق حتى اللي عمره 100 ولا 80 ولا 70 ولا 60 ولا 50 مسموح إذن شوط الشباب بنقول شوط الشواب الشباب نتمنى لهم التوفيق والمتعة والسلامة ومن ليس له ماضي فليس له حاضر هذا هو ولا مستقبل هذا هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا هو سباق الهجن العربية الأصيلة وأرحب بهذه اللحظات بالزميل الأب الروحي للمعلقين وأيضا أحد نجوم التحليل في الخليج سالم بن سعيد بن حضيرم سالم منافسة شيقة اليوم يشهدها أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان سالم كيف شاهدت الأشواط الماضية متعة حقيقية اليوم سالم والله شاهدنا اليوم نحن المركاض هذا مركاض أبناء دولة قطر شاهدنا الشباب ومسافة 8 كيلومتر وبنشاهد أيضا الشباب من كيلو من الأعمار من 46 وما فوق التوقيت الشوط الرابع الذي وصل في المركز الأول فهد أحمد الشهواني فهد بن أحمد الشهواني وصل في المركز الأول وفاز بالسيارة في زمن وغدر 5:27.7 من الثانية مشكور على الركوب يا فهد يا بن حمد يا الشهواني على هذا الركوب الممتاز الذي وصل في المركز الثاني
المركز الثاني مسفر بن راشد بن مسفر بن قربان المري 5:28 ست أجزاء من الثانية. مشكور يا مسفر على هذا الركوب والأداء المتميز والذي وصل في المركز الثالث. راشد بن ناصر بن راشد الزبران المري وصل على الزبدان المري وصل على المركز الثالث بركوب ممتاز وأداء ممتاز حتى خط النهاية. تجاوز الخط في زمن وغدره توقيت ننتظر من مخرجنا المبدع دائما معانا في قناة الريان الفضائية بالإخراج وبالصورة من قلب الحدث من ميدان الشحانية في هذا المساء التراثي الحلو الجميل لسباقات التراث لأبناء دولة قطر. لا هذا هو المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث. راشد بن ناصر بن راشد الزبدان المري وصل في المركز الثالث في زمن وغدره 6:26 وجزئين من الثانية. تهانينا على هذا الركوب الممتاز. لحظات أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام بتشاهدون الشوط الخامس وهو يعتبر الشوط الأول من مسافة الكيلومتر شوط الكبار. وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن الأعمار من 46 وما فوق أيضا الباب مفتوح.